نتوكل منه دوما، نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام في كل مكان، اسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وسلام. نحييكم من عاصمة ميادين سباقات الهجن العربية الأصيلة، نحييكم في هذا الصباح الجميل وفي انطلاقة اسبوعنا الخامس لسن الكبار في اندفاعات هذا الصباح الخامس من شهر نوفمبر لعام 2022 للميلاد، انطلاقة اشواط سن الثنايا لمسافة 6 كيلومترات. نتمنى للجميع التوفيق والسداد والنجاح. 16 شوطا توزعت ما بين الابكار والجعدان، المحليات والمهجنات الاصايل، حيث اعلنت اول الانطلاقات، وهذا هو الشوط الاول الرئيسي. هنا ينطلق مع الابكار مباشرة عبر الهواء وعبر قناة ياس الرياضية، الشريك الاعلامي والناقل الحصري لرياضتنا العربية الاصيلة. ننطلق مشاهدين الاعزاء، متابعين الكرام، في اندفاعات هذا الصباح وانطلاقات مع المركز الاول، الصدارة الاولى، الاندفاع الاول. مشاهدين الاعزاء، متابعين الكرام، حيث اجد هنا الانطلاق مع المركز الاول سمحة محمد بن سهيل بن عويضان العامري يقدم لنا سمحة، بينما اللي في المركز الثاني بهذا الاداء المتميز ومرافقة لسمحة في انطلاقات هذا الصباح. ناخذ المركز الثالث، هذه اللي وصلت من صغان سعيد بن مطر بن محمد بن ضبيعة الاكتبي، بينما دخول هناك على المركز الثاني من الشرود خالد بن حمد بن راشد النعيمي يتقدم مع الشرود ومع انطلاقتها على المركز الثاني. وثالثا شعار بضبيعة، بينما المركز الرابع وصل شعار راعي مطيلة يقدم لنا مياسة خليفة بن محمد بن لويع الخيالي، والوصول الاخر هنا من خلال ايضا القادمة مرضية حمد بن سلطان بن سيف بن درويش المنصوري يتقدم مع المركز الخامس، بينما المركز السادس ايضا القادم في هذه اللحظات هذه الظبي حمد بن سالم بن عود العامري يقدم الظبي. وصلت في هذه اللحظات هملولة منصور بن صالح بن هزيم المزروعي يتقدم، ولكن الدخول الوصول ايضا من روعة سعادة حميد بن سعيد النيادي يقدم لنا روعة في انطلاقتها، ويقدم لنا ايضا النصيبة تتقدم من مركز الاخر لتاتي هنا من خلال هذه المنافسة، والوصول من اليافل معالي علي بن محمد بن حماد الشامسي يتقدم شعار بومانع في هذه الانطلاقة. وصلت هذه اللحظات خيرة ايضا القادمة بشعار هادب بن حمد بن عصان المنصوري. هذه النتيجة للعشر المراكز الاولى المتقدمة مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام، لمن سوف يكون هذا الشوط من خلال هذه المنافسة وهذه التحديات. ما شاء الله من البداية والانطلاقة سريعة، من البداية والرتم سريع. محمد بن سهيل بن عويضان العامري، شعار ابو حمد احد الشعارات العملاقة والخطيرة، ولكن بن درويش يقدم لنا انطلاقة مرضية. حمد بن سلطان بن سيف بن درويش المنصوري يتقدم من خلال هذا التواجد ومن خلال اندفاعي مرضية. ما شاء الله المركز الثاني بن عويضان، والمركز الثالث هناك من يتقدم خالد بن حمد بن راشد النعيمي يقدم الشرود، ولكن ايضا ابناء الظفرة قادمين على ظهر هملولة منصور بن صالح بن هزيم المزروعي وصل ايضا وقدم لنا هذه الانطلاقة، وهنا ايضا مياسة خليفة بن محمد بن لويع الخيالية تقدم من خلال هذا التواجد ووصول مياسة. ايضا خذت المركز الثالث بالعود، قادم مع ايضا انطلاقة الظبي حمد بن سالم بالعود بسعيد العامري يقدم لنا الظبي. وصلت في هذه اللحظات وفي هذه الانطلاقة هذه روعة سعادة حميد بن سعيد النيادي، وبمعيتها هناك النصيبة بنفس الشعار، الشعار الاتحاد الذي يقدم لنا هذه النجومية، وهذا الذي سجل الانجازات الكبيرة في عالم سباقات الهجن
العربية الأصيلة. نعود إلى مقدمة الشوط وإلى انتصاف المسافة. ما شاء الله تبارك الله، هنا الأداء مع أيضا بن درويش، يتقدم حمد وسلطان بن سيف بن درويش المنصوري مع مرضية، مرضية على الصدارة، مرضية على المركز الأول، أيضا تأتي مع 3 كيلومترات مستفتحة هذه الانطلاقة الجديدة والثلاثة كيلومترات الأخرى من خلال هذه المتابعة. 4 دقائق و41 ثانية في الثلاثة كيلومترات التي قطعت من خلال المنافسة. ما شاء الله، بن درويش على الصدارة، وهناك أيضا هملولة، منصور بن صالح بن هزيم المزروعي يتقدم، وصل بالعود، وصل بالعود، يتقدم من خلال الضبي حمد بن سالم بالعود العامري، يقدم لنا الضبي، ولكن محمد بن سهيل بن عويضان يقدم سمحة، وصلت سمحة، محمد بن سهيل بن عويضان العامري، وصلت روعة، روعة والنصيبة، سعادة حميد بن سعيد النيادي يقدم لنا هذا الشعار وهذه التحديات. يا سلام، زادت السرعة يا جماعة، زادت السرعة يا جماعة، أرى أيضا 6 بكار في موقع واحد، 6 بكار في موقع واحد، تتقدم هذه الأسماء وتسير من خلال هذه المنافسة. وصلت اليافل، وصلت اليافل ليتقدم شعار معالي علي بن محمد بن حماد الشامسي، وصلت خيرة هذا بن حمد بن عفصان المنصوري، ولكن الوصول أيضا من خلال تواجد هذا الاسم، وصلت فيه أيضا راهية حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، والقدوم من خلال مناعة عتيق بن مطر بن حسن القبيسي وفدوى مهير بن علي بن دري المنصوري. هذه نتيجتنا مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، نعود إلى الصدارة، نعود إلى السداسية، 2 كيلومترات المتبقية مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، من خلال هذا الأداء المتميز الجميل. شوفوا الصدارة بالعودة، ظبي الفلا، رمز العطا مع الظبي، الظبي يتقدم، حمد بن سالم بالعود العامري يقدم لنا الظبي، وسمحة بن عويضان، سمحة بن عويضان أيضا تقدم لنا هذا الانطلاق وهذه التحديات بنفس الرتم من يوم حقه، وهذا مسارها، السياج الخارجي تأتي به السمحة دائما وأبدا، ولكن الاندفاعات مع سمحة في الكيلو الأخير. الله، وصلت روعة، وصلت روعة أيضا تتقدم من خلال هذا الشعار، شعار الاتحادي، سعادة حميد بن سعيد النيادي يتقدم، ولكن المزروعي هملولة، منصور بن صالح بن هزيم المزروعي يتقدم. الله، اليافل، 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 وصلت اليافل، يتقدم أيضا معالي علي بن محمد الحماد الشامسي، وهادف بن حمد العصان المنصور سوري راعي عطوه يتقدم ايضا ويقدم لنا اليافل. ما شاء الله تبارك الله على هذا الاداء المتميز الجميل. 1200، يا سلام، 1200، وبان الزين، بدأنا ندخل الكيلو الأخير، شعار بومانع، شعار بومانع هنا يتقدم من خلال تواجد اليافل، أيضا معالي علي بن محمد بن حماد الشامسي يتقدم بالمركز الأول، الظبي في المركز الثاني، هناك أيضا حمد بن سالم بالعود العامري يقدم لنا الظبي، المركز الثالث النصيبة، سعادة حميد بن سعيد النيادي، ولكن اليافل، 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 اليافل على صدارة الأولى، تعزف سيمفونية الناموس على الوتر الاول مع شعار بومانع، مع شعار بومانع ليتقدم معالي علي بن محمد بن حماد الشامسي، راعي عطوه، هادف بن حمد بن عفصان المنصوري يتقدم. الله، يا سلام، يا سلام، جوله الاوامر والتحديات الجميله. الله، اليافل، اليافل، اليافل على الصداره، اليافل على المركز الاول في مقدمة هذا الشوط في أول أشواطي. هذا الأداء المتميز، تسير بنفس الرتم، بنفس السرعة، بنفس الأداء، تهانينا عبر الهواء مباشرة وعبر الأقمار الاصطناعية لقناة ياسر الرياضية، أيضا هنا لمعالي علي بن محمد بن حماد الشامسي على فوز اليافل بالمركز الأول، على فوز اليافل، شكرا هادب بن حمد بن عفصان المنصوري من قدم اليافل في هذه الانطلاقة وفي هذا
هذا الرتم الجميل، لحظات الوصول ولحظات الفوز. سلام لأبو مانع سلام على هذا الأداء المتميز والجميل، تهانينا والناموس. شكرا هادي بن حمد العصان المنصوري على فوز اليافل بالمركز الأول، تهانينا لأبو مانع. المركز الثاني وصلت فيه نصيبة سعد حميد بن سعيد النيادي. المركز الثالث وصول من نسارة رياض بن ثابر بن سليمان السعدون. المركز الرابع الضبي وصول من شعار حمد بن سالم بالعود حمد بن سالم بالعود بن سعيد العامري. والمركز الخامس من حاب حمود بن عبد الله بن سالم الجحافي. هكذا نعود بالتوقيت الزمني مشاهدينا الاعزاء، لحظات وصول اليافل. اذا تهانينا وناموس هنا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. تاتي هذه الانطلاقه وناتي بالتوقيت الزمني مع مخرجنا حسين السيد بلمساته الجميله، حيث اليافل قطعت المسافه ما شاء الله 9 دقائق 16 ثانيه، 3 اجزاء من الثانيه. تهانينا لمعالي علي بن محمد بن حماد الشامسي، تهانينا الهادف بن حمد بن عصان المنصوري، ايضا ابو حمد عانها معاناة الاكرام ومضمراته مات خلف الميازيم. المركز الثاني 9 دقائق 21 ثانية، 5 اجزاء من الثانية هي وصلت اللي هي النصيبة سعد حميد بن سعيد النيادي. تهانينا والناموس على هذا الفوز لابو محمد. بينما المركز الثالث 9 دقائق 21 ثانية و9 اجزاء من الثانية هي سارة لرياض بن ثامر بن سليمان السعدون، وتهانينا لعبد الله بن طويرش الوهيبي من قدمها في هذا الاداء المتميز. اشواطنا متواصله مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، وياتي ايضا شوط جديد من اشواط هذا الصباح، وشوط المهجنات ايضا ينطلق بحفظ من الله ورعايته مباشره. نسير الى الصداره الى المركز